Benvenuti a tutti voi, ahlan bikum talabat al-saf al-thani al-thanawi, congiungiamo unità C. Cosa cuciniamo? Maza nathi? Taban l'unità che tikallam bardo ala al-cucina al-italiana, al-mabakh al-itali, a tavola. Vocabolario, nshuf il-kelimat, verbi, apprezzare, chiamarsi, mangiare, notare, ordinare, parlare, provare, raccontare, scambiare, celere, scusare, saltare. Il Bado il Mufrodot ha fatto cliente, angolo, dietro, differenza, fiore, generalmente, idea. Ma insieme, invece, nessuno recita, soprattutto, un budè, veramente vorrei. Abitazioni alimentari, lei ha dato la vedeia, necessariamente, non dolore, va del tablet, a piedi, in occasione di, fa freddo, essere in ritardo, essere in super, essere pronto, fare colazione. Fresca, salato, cotta, miglio, migliore, saporito, piccante, preferito. Biscotti, burro, carne, cereale, uova, latte, marmellata, bistecca alla fiorentina, miele, cornetto, penne, panino, pipi, وطبعا ده اختصار اللي هو الفلفل الاسود هنشوفها دلوقتي في الكلمات ريزو اوفا مكررة المكرونة السباكيتي سباكيتي فارفالة فارفالة فتي بسكوتي بسكوتالة فتي بسكوتالة انفولنتيني على romana e involuntini alla romana اللي هو اللحم المفوف على الايه على الطريقه على طريقه روما اوكي اي باستي della giornata دي بقى نتكلم عن الوجبات ايه اليوميه او وجبات اليوم la colazione il pranzo la cena la merenda lo spontino, اللي هو اللي احنا بنسميه السنيك، تمام؟ lo spontino, il dolce, bevende, la bevende, تمام؟ شوف المشروبات، spirimota, spirimota, acqua, caffè latte, il caffè, قلنا قبل كده موضوع اللي هو الاتشانتو اللي هو بيجي في اخر الكلام ان انت لازم تقف على الحرف اي تمام دي اللي هو النبره فالحروف الكلمات اللي بتبقى فيها الاتشانتو او النبره دي ما بتتجمعش بتفضل زي ما هي هتغطوا الكلام ده ان شاء الله في ثالثه ثانوي الكافي ارانشاتا بيبيتا بيبيتا التي التي كابوتشينو كابوتشينو Mercato di frutta e verdura. Il melino, il melone, scusa, il melone, il limone, arancia, fungo, mela, patata, fragola, il birone, il pipirone, il pipirone. Broccoli, pomodoro, mandarino, zucchina, zucchina. I piatti italiani, non so se parte l'italia.
سباكيتي آل بيستو، سباكيتي آل بيستو اللي هي سباكيتي بصلصة الريحان، سباكيتي آل بيستو، سباكيتي آل بومودورو، سباكيتي آل بومودورو، سباكيتي آلا كاربونيرا، سباكيتي آلا كاربونيرا، بيني آلا رابيتا، بيني آلا رابيتا، فوتوتشيني إفونغي، فوتوتشيني إفونغي، بستيكا آلا فيورنتينا، فيورنتينا اللي هي بقول لك هنا بيتزا فيورنتينا، بستيكا فيورنتينا، يقصد طبعا اللي هي على طريقة إيه؟ فلورنسا، تمام؟ فلورنسا. بستيكا إي فيري، بستيكا إي فيري. طبعا انت مطلوب منك انك تحفظ يعني ايه الكوني بياتي ايطالياني، ممكن تحفظ بعضهم ككتابة يعني لو هتكتب في موضوع تيما، وتبقى عارف طبعا بقيت الايه، بقيت الايه البياتي، بقيت الاطباق. ليجي الديالوجو باولو اليسيا جوليا ودينو وكيارا. باولو راجاتي Meglio un primo, ad esempio, peni alla rapita, che mi piacciono tanto. قولهم يا أولاد أنا بفضل الطبق الأول كمثالا يعني اللي هي المكرونة اللي هي اللي بين الأقلام بالإيه؟ بالأرابيتا اللي هي بالصوص الحار. كي مي بياتشونو تانتو اللي أنا بفضلها جدا. أليسي قالت أون بريمو سي. ما ديفي بياتشيري اون بو اتوتي، ولكن يجب على الاقل ان يكون مفضل للجميع. نو no, اليس كذلك؟ كوالكي الترا ايديا، فكره تانية. جوليا بركي نون برينديامو اون سيكوندو انفيتي، ليه احنا بريبريامو، ليه احنا من جهز الطبق الثاني على العكس. كيسو من يعرف لا بيستيكا الا فيورنتينا، من يعرف اللي هو اللحم المطهي على طريقه الايه الفيورنتينا الفلورنسا. دينو ما نون ديفو اسيري ان ريشيتا ايطاليانا، ولكن ما نون ديفي اسيري، ولكن اليس من المفروض ان يكون موجود معنا الوصفه الايطاليه؟ يعني بيقول لهم مش المفروض ان احنا يكون معنا الوصفه الايطاليه، تمام، اللي هي الريشيتا اللي هي الوصفه. جوليا قالت نون نيتشستيريامنتي، ليس من الضروري. اي بوي وصمة سي نون اي ايطاليانا، لو ما كانتش اكلة ايطاليان ايطاليانا لا فيورنتينا. طبعا الفيورنتينا دي موجودة اللي هي فلورنسا دي اصلا، يعني هو اقليم او مدينة موجودة في ايطاليا، تمام، ولو ما كانتش هي اكلة ايطالية على طريقة فيورنتينا كوزا اي، تمام، هي تبقى ايه تشاينيزي، صينية يعني، وايه وبتضحك يعني. كيارا كومونكوي على أي حال رجع اللي هي يقصد رجعتي. سي ابيامو بارلاتو ديلي ريجوني ايطالياني، على أي حال يا أولاد إحنا يعني إحنا بنتكلم أو يجب علينا إن إحنا بنتكلم على إيه؟ على الأقاليم الإيطالية. ميليو أون بياتو إيطاليانو، من الأفضل إن إحنا يكون لدينا طبق إيطالي. اللورا الآن كوزا تشي إي دي بيو إيطاليانا إيطاليانو ديلا باستا، يوجد لدينا ايه يعني حاجه اكثر تكون اكثر ايطاليه وذات طبع ايطالي اكثر اللي هو الايه الباستا. طبعا دي ايه مولتو فاموزا ايه ديليتاليا، طبعا دي حاجه مشهوره بيها ايه ايطاليا اللي هي الباستا. اليسي قالت شي ايه انكي لا بيتزا، موجود كمان معانا البيتزا. اونا بيلا مارجريتا، هي لها من جميله المارجريتا، بتتكلم على البيتزا. دينو بيتزا راجاتي اسكوزاتي ما اديسو فامي، بيقول لهم يا اولاد انا دلوقتي بعتذر او معذره ولكن الان انا جوعان. باولو الدينو تو اي سيمبري فامي، هل انت دائما جعان جوعان يعني. دينو سي نعم، ما اديسو فوراي ان بو دي بيتزا ال بروتشوتو، بروتشوتو، ولكن انا الان ارغب، تمام، ارغب في قليل من البيتزا الايه البروشوتو اللي هي بلحم الايه الخنزير. ايه كينيديتي، وانت هتاخد ايه وماذا عنك كينيديتي. اسبيتيكو اسبيتيكو اي دييترو لانجولو شي ميتيامو تشينكيو مينوتي. اسبيتيكو ده اللي بيقصد ريستورانتي موجود في ايه دييترو انجولو، في الايه في خلف الزاويه
تمام، بتصب ان هو عايز يقول ان هو موجود ورانا يعني، وده مش هيستغرق اكتر، هياخد مننا ايه 5 minuti، 5 دقائق. كيارا ما سونو سولو لتري ميتزا، ولكن احنا دلوقتي الساعة 3:30. نون اي مانجاتو، نون اي مانجاتو ابراندو، ألم تأخذ الغداء؟ ألم تتناول أو تأكل الغداء؟ دينو قال لها فيرامينتي او فاتو اونو سبونتينو، في الحقيقة أنا أخدت سبونتينو اللي هي الوجبة اللي قلنا عليها اللي هي السناك فيوري في برا يعني إبوي، ولما رجعت أكازا أو مانجاتو بوكو، أكلت إيه يعني أكل قليل. باولو دينو بتريني، اللي هو اسمه بالكامل دينو بتريني الميلوري كليانتي دي سبوتيكو اي ماكدونالدز جراندينو، بيقول له يعني دينو بيترو بتريني هو افضل زبون في عند سبوتيكو اللي هو قلنا محل البيتزا وماكدونالدز، يعني جراندينو كم انت عظيم ايه يا دينو. التستو leggi il seguente testo. Sono le 3:30, i ragazzi parlano fra di loro dei piatti che devono preparare per la festa di fine anno. طبعا هنا بيقول ان احنا الساعة 3:30 الرجالي والاولاد بيتكلموا فيما بينهم عن الاطباق التي يجب ان يقدموها او يعدوها بير لا فيستا، لحفلة ايه نهاية العام. Loro non decidono, la mio carro ancora, Bad, cosa fare? Hayamilo i. Paolo vuol fare penne alla rapieta, عايز يعمل اللي هي المكرونة بالصوص الحار. Ma Giulia vuol preparare un secondo come la pasticca alla fiorentina, ولكن جوليا عايزة أو تريد أن تجهز أو تحضر الطبق الثاني كمثلا إيه اللي هي البستيكا al fiorentina. Invece Chiara vuol la pasta perché secondo lei è il piatto italiano più tipico. ولكن بالنسبة لكيارا هي عايزة تحضر باستا، لأن طبعا دي أكلة أو طبق ذات طابع إيه إيطالي. دينو ها سيمبري فامي، دينو دائما جعان، إي فول من أنداري أ مانجاري لا بيتزا فيوري كازا، ولكن دينو دائما جعان ويجب أو ويريد فول ويريد أن يذهب لإيه أن لتناول أو لأكل البيتزا خارج الإيه الكازا، خارج المنزل. شيل راجتوستا كوريتا أكي أورا إرجاتي بارلانو ترا دي لورو، كان في أي ساعة بيتكلمهم؟ قلنا هنا إن هو سونو لتري إميتزا يعني 3:30، يبقى الإجابة الصحيحة هنا لتري إي ترينتا. دوي كوزا فول بريباراري جوليا، جوليا كانت عايزة تقدم أي طبق؟ طبعا جوليا هنا كانت بتقول ايه، جوليا فول بريباراري اون سيكوندو، فعايزه تقدم الطبق اللي هو الثاني، يبقى الاجابه بي. 3 دوفي دينو فول انداري، دينو كان عايز يروح لفين لمين؟ طبعا هنا كان عايز يروح لايه اللي هو السبيتيكو اللي هو المطعم اللي هو الايه الايطالي اللي هو عايز ياكل فيه البيتزا. بيركي كيارا فول فاري لا باستا، ليه جوليا كانت عايزة تقدم أو تعد بريباراري لباستا؟ طبعا عشان قلنا إن هو إيه البياتو إيطالياني بيو تيبيكو. شوف الإجابة هنا بقى المناسبة، طبعا مش لازم أنت يجيلك من القطع بالظبط نفس الكلام الموجود، إحنا اتكلمنا قبل كده عن التيستو وقلنا إن هو قطع للفهم، للفهم يعني، وأنت بتقرا التيستو طبعا هتقراه مرة واتنين في الامتحان، ولازم إن أنت تكون فاهم. È molto importante di capisco, تمام، ogni parola, كل كلمة لازم تكون فاهمها كويس علشان تقدر ان انت تفهم بعد كده الأسئلة وتجاوب عليها. كنا في 4 perché Chiara vuol fare la pasta perché è un piatto cinese، لأنه هو طبق صيني، perché è un vero piatto francese perché è un piatto americano perché è un vero piatto italiano، طبعا ايه لأن هو فعلا طبق إيه أصلي إيطالي يعني، فالإجابة دي. 5 كي كوزا فول بريباراري باولو، باولو كان عاوز يعد إيه؟ طبعا لو رجعنا خالص في أول الكلام كنا بنتكلم في الديالوجو، فباولو كان عايز يقدم اللي هو الإيه
اون بريمو كان عايز يقدم الطبق الايه الاول. انا رجعت لكم بس عشان تشوفوا معايا احنا بنختار ازاي. فطبعا هو كان عايز يقدم ايه اون بريمو سبيتيكو، اتفقنا ان هو ايه اون ريستورانتي. ابيامو فينيتو، كده خلصنا اول جزء في الوحده السيف او في الوحده السادسه. اتمنى لو في حاجه واقفه عليكم او اي سؤال سيبوه في التعليقات، وانا سعيده بالتفاعل معايا. يا ريت شير ولايك عشان اصدقائكم او زملائكم يستفادوا عشان الاختبار بتاعكم قرب. تشيفي تيامو، تشاو.